تم اليوم الأحد 4/1/1439 هجرية الاحتفال باليوم الوطني 87 بالقسم اللجنة النسائية بمركز حي النهضة وإطلاق مبادرة سترونا. روحي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه منذ الطفولة قد عشت ربوعه إني أحب سهوله ورضاه وطني الحبيب وطني الحبيب ولم أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه حبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء شناه وطن الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء شناه في كل لمحة بارق أدعو له وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه سحر السبهاني رئيسة القسم النسائي في مركز حي النهضة بجدة تابع لأمانة مراكز الأحياء في محافظة جدة. أنت شاهدة على تأسيس هذا المركز منذ بنائه والآن التشغيل الفعلي لسه ما بدأ، بدينا باليوم الوطني وإن شاء الله هو لفت الأنظار أنه المركز موجود ونشارك في هذه الفرحة الوطنية. ودنا تحدثينا، خلاص تقريبا التيار الكهربائي وخلال الأسابيع القادمة هنبدأ أنشطة المركز، ودنا تحدثينا عن تصورك لأنشطة القسم النسائي في مركز حي النهضة ورسالة منك لي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أهني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني وولي العهد الأمير محمد وكذلك جميع الشعب باليوم الوطني. طبعا اليوم الوطني هذا يوم للجميع والكل بيحتفل باليوم الوطني. طبعا بالنسبة لنا كمركز حياة النهضة شيء جميل جدا وسعيدين يعني منتظرين ده اليوم من أكثر من 3 سنوات، وإن شاء الله بإذن الله حيكون كل شيء يعني زي ما يعني كل شيء ما يخص أهالي الحي. اليوم عندنا حننطلق مبادرة كيف تعرف جارك، وهذا عنوان المبادرة حقتنا بإذن الله اليوم، وحيكون أول يعني بمناسبة اليوم الوطني والاحتفال هذه حتطلقي مبادرة أول مبادرة كيف تعرف جارك. طبعاً كلنا عارفين أنه أحلى صحبة وأجمل صحبة صحبة الجيران. نعم. وإن شاء الله بإذن الله راح تكون مبادرتنا وعملنا وديننا يحثنا هذا الشيء وديننا يحثنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهم حاجة من هو الجار وما حقوقنا نحو الجار، وفي حالة افتقادنا للجار يعني ما شفناه يوم يومين إيش واجبنا. وبإذن الله حتكون مبادرة جيدة لها أنشطة ولها محاور ولها أهداف. دكتورة سحر أضيفي لنا إضافة فيما يخص، عرفينا وعرف المشاهد
فيما يخص مراكز الأحياء. مراكز الأحياء أو قسم النساء إيش حتقدمونا؟ بالنسبة لقسم النساء حيكون عدة أنشطة اجتماعية ثقافية صحية. طبعا إحنا أهم حاجة مركزين دي السنة يعني على تبع الرؤية حقت الأمير محمد إنه أهم حاجة بنركز على سن الشابات، لأنه عندنا مع الأسف أخذين فكرة إنه مراكز الأحياء يعني الفكرة القديمة إنه بس مركز تسلية. لا، إحنا عندنا طاقات وعندنا الشابات وعندنا دورات تدريبية مكثفة جدا للجميع، دورات تجميل، دورات خياطة، دورات طهي، كمان الفتيات المقبلات على الزواج عندنا في العنف الأسري، عندنا في استشاريات يعني في استشاريات متخصصات في دا الشيء. حنقدم دورات فيما يخص هذا؟ حنقدم، وكمان حنخرج بمبادرة تانية بعد المبادرة دي مجهزينها، مفاجأة بس هي تخص العنف الأسري. يعطيك العافية والله قويكم، كل عام وانتم بخير. انت بصحة. معنا كمان الأستاذة آمنة، أحد الناشطات على مستوى جدة في أمانة مراكز الحياة، ليس من الآن، من السابق، ونفخر وجودها معنا في القسم النسائي بمركز حي النهضة، وهي أحد الفاضلات الموجودات معنا في حي النهضة ونتعلم منها. أستاذة آمنة، إيش تصورك للبرامج اللي حتكون أنت شفتي وتابعتي المركز الدور الأول والثاني والمسبح يعني والقاعات إيش تصورك للبرامج اللي حتكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من حظي السعيد اني انا انضم كمان لمركز حي النهضة وكون مؤسسة فيه كما كنت مؤسسة لمركز حي الشاطئ منذ 10 سنوات. ايماني برسالة مراكز الاحياء في ان هي حتكون المنطلق للشباب وللشابات لاخذ لاشغال اوقات فراغهم، حيكون ان شاء الله لها دور فعال في جذب البنات والشباب. الفراغ اللي بيعانوا منه حيكون لدينا فعاليات كثيره، نادي للاطفال، نادي للشابات، قاعات محاضرات، مسبح، حيكون عندنا ان شاء الله فعاليات كثيره حتجذبهم من بيوتهم عشان يكونوا معانا مشاركين ويشاركوا كمان في نهضه مجتمعهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله انا لي عندي كلمه، ان شاء الله حيكون مركز متميز، لانه احنا عندنا اعضاء سمر سبهاني، ان شاء الله حيكون مركز متميز لانه احنا اعضاءنا متميزين وكلهم داخلين بحب وعندهم طاقه ويبغوا يعني يوصي، يبغوا لهم هدف، فان شاء الله حيكون مركز مشرف. الله يقويكم.
سعود يا رهل الكرم والجود، أنا من دار آل سعود يا رهل.